السلام عليكم. إليكم طريقة عمل مرقة القرنابيط. طبعا نحضر راس قرنابيط ونثر ثرم كبار يعني شوية، ونجي نغسله ونخليه بمصفى ونغسله. بعدها نحضر جذر حب دهن ونحبسه للجذرية، نضيفه شوي شوي ونحبسه، ونحضر كركم أصفر، رشة خاشوقة كركم أصفر، ونخليه على النار لمدة ربع ساعة يحمص. الآن شو نسوي؟ على جهة نحضر بصل، راس بصل لثرمه عم نسوي الصلصة. راس بصل بس قابل طاوة على جهة، أيضا شوية زيت ونحمسه، ونضيف خاشوكتين معجون طماطم، بس خاشوكتين ونقلب الطاوة، قلب حد ما يحمس. هسه نرجع للجدر، خلينا نبيق قرنابيط وكركم اصفر بعد ما حمس وقلبه شوية. ونحضر لنا ليمونة، فدر ليمونة واحدة نعصرها. هذا الصلصة خلصت عندنا، نضيف شوية كوب مي، ونضيف الليمون اللي عصرناها، ورشة ملح، راش بالعقل الطعام. هسه نضيف الصلصة على القرنابيط اللي حمسناه مع الكركم الاصفر، ونخليه على النار لمدة ثلث ساعة على نار هادية لحد ما يستوي. والف عافية، الآن انتهى طبقنا لهذا اليوم، مرقة قرنابيط أكلة طيبة جدا، تقدم أيضا وياها تمن أبيض. وأيضا إذا نحب شوربة وهي، وألف عافية.